السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا شباب رجعنا لكم في فيديو ثاني، ألا وهو مميزات وعيوب كيا كادنزا. طبعا هذا يا شباب المقطع الثاني أنزله في قناتي. طبعا الكثيرين بيسأل كيف صرفية البنزين، كيف قطع الغيار طيب حقتها، كيف السيارة، كيف مدري إيش. طبعا يا شباب في قناتي أنا ذكرت كل حاجة، تكلمت في قطع الغيار حق السيارة وجبت تسعيرة، ونزلت لكم مقطع ثالث في تسعيرة القطع الغيار، وجبت لكم القطع الاستهلاكية، وتكلمنا في تسعيرة الوكالة وبرا الوكالة، وجبت لكم مقطع برقم المحل والموقع في جدة بشكل عام، ويشحن جميع أنحاء المملكة في كل القطع اللي تبغاها للكيا كادنزا. من ناحية صرفية البنزين يا شباب، اللي ما هو مشترك يا شباب رجاء لطفا منك بس اشترك وفعل جرس التنبيهات، ولا تنسى اللايك والسبسكرايب ليصلكم كل جديد، واضافتكم تشرفني يا شباب، ولان القناه تكلمنا فيها كل ما يخص كيا كادنزا من مقطعين الى ثلاث مقاطع. اوكي يا شباب، خذ لك فره في القناه، كاسه شاي ما بتاخذ منك ان شاء الله اكثر من نص ساعه، بتلاقي كل اللي تبغاه في القناه، ولكن انا بحاول دائما اعمل ابديت للفيديوهات اللي انزلها دائما. المهم موضوعنا اليوم اللي هو مميزات وعيوب كيا كادنزا. طبعا يا شباب الموتر تكلمت في المقطع الاول انه موتر جبار بشكل عام، وزي ما قلت على قد ما بتعطي السياره، السياره بتعطيك، وسواقتك كل ما كانت ممتازه، كل ما كانت صيانتك للسياره مستمره، كل ما الموتر اعطاك طربك واعطاك اللي انت تبغاه. على قد ما بتعطي السياره، السياره بتعطيك. نعيد ونكرر يا شباب، وزي ما قلنا شيء مقابل المال، يعني انت على قد الفئه اللي بتاخذها. يعني مثلا كيا كادنزا ستاندر غير كادنزا النص غير الفل، فاكيد كل فئه بتعطيك على حسب الامكانيات. المهم يا شباب انا اتكلم بمميزات وعيوب كيا كادنزا بعد ما مشت تقريبا 130,000، ما شاء الله تبارك الله. ايش السلبيات وايش التطورات؟ هل هناك في سلبيات وايجابيات نفس المقطع الاول، ولا في اضافات، ولا نفسها؟ طبعا نقول يا شباب في اكيد بيكون في اضافات وفي تعديلات على المقطع الاول، بناء على انه الموتور كل ما لما تستخدمه سنه سنتين ثلاثه اربع، كل ما ايش تبدا تستهلك القطع الداخليه للسياره، ولكن زي ما قلنا على قد ما بتعطي السياره، السياره بتعطيك. المهم يا شباب نبدا بالسلبيات. طبعا يا شباب سلبيه السياره اول حاجه الا وهي طقه الجير او الفزه اللي ذكرتها لكم في قناتي في المقطع الاول، وقلنا مشكلتها كان حساس الجير او برمجه وانحلت معايا. اوكي يا شباب. الشيء الثاني يا شباب، كثيرين كانوا يشتكون لما نيجي يوقف السياره يحطها في البي ويطفي السياره، طبعا عاده تظهر صوت زي صوت النقره او طقه. طبعا يا شباب في ملاحظه هنا، اول حاجه تعتمد على طريقه وقفتك. طبعا الوقفه الصحيحه للموتر لما تيجي من مشوار توقف سيارتك تحت البايكه، تحطها في الان، تشد البريك، تشير رجلك على الفرامل، تخلي السياره تعشق على البريك ثواني وتعشقها في البي كذا، ان شاء الله ما تسمع النقره لما تيجي تشغل السياره، او لما تيجي تعشقها من البي الى الار تحس التعشيق معك سلسه. اوكي يا شباب، فهنا يا شباب في بعض، حتى لو صوت الطريقه هذه الصحيحه، طريقه الوقفه الصحيحه، وجيت شغلت الموتر وسمعت صوت نقره بعد ما اشترك على الفرامل، هذه يسمونها نقره الامان، هذه يسموه او يسموه امان الجير. اوكي، وطبعا لما تجي اليوم الثاني بعد 6 ساعات الى 8 ساعات لما تجي تشغل الموتر، تسمع الموتر يفس معك او يتقدم لقدام شويه، هذه يا شباب برضو طبيعيه جدا، هذه عشان اذكرها لكم عشان لا احد يقول ان هذه سلبيه في السياره. اوكي، زي ما قلت لكم سلبي لو احيانا طقه الجير او الفزه، هذه شباب طبعا تظهر لما تكون السياره جديده اول 5000 الى 20,000. طبعا تنحل يا شباب هذه يا اما عن طريق البرمجه في الوكاله، او يا اما عن طريق تغيير الزيت الجير بعد ما مشى 40,000 في بترومين بالنسبه لي انا، او تغييرها على زيت الوكاله 90,000، تنحل معك هذه المشكله. اذا نقول المشكله الاولى طقه الجير وعرفنا حلولها، وان هذه طبيعيه في كل موتر كوري الطقات، حتى لو تديه الوكاله احيانا يكون هذه طبيعيه، فمعلش تضطروا تقبلوا هذا النوع من الطقات. وانا بالنسبه لي الحمد لله ما ظهرت لي كثير يعني، بس حبيت اذكرها لانها اكثر شيوعا في السيارات الكوريه. ثاني شيء يا شباب زي ما قلت لكم الكفرات الاماميه، مهما تغير كفرات اماميه سواء كفرات هانكوك او كوموهو او كفرات نيكسون، راح تتمسح معاك الكفرات يا شباب الكيا كادنزا، لانه الكيا كادنزا زي ما قلنا سابقا انه السياره بتاكل كفرات، وعلى حسب الاستهلاك. طبعا الشباب اللي يسرع مع اللفات راح تتمسح معاه الكفرات بطريقه ملحوظه، حتى لو غير كفرات افضل اجود انواع الكفرات راح تتمسح معاه بطريقه رهيبه بعد 3 إلى 4 شهور، يطالع في الرسمه النكشه حق الكفر بيلاقيها شبه ممسوحه، وهذه انا اشوفها سلبيه في الكيا كادنزا، لانه تعرفين مع كثر السرعه راح تتمسح، ولكن اقدر اشوفها بين عيب وما هي عيب، ولكن برضه حبيت اذكرها عشان من ضمن عيوب السياره انها تستهلك كفرات اماميه. ولكن اللي ماخذ طقم كفرات ايش يسوي؟ ياخذ الكفرات الاماميه بعد 6 شهور اذا تمسحت، اذا هو حق سرعات يعني ياخذ الكفرين اللي ورا يحطها ورا، يحط الكفرين الخلفيه امام،
يكون لانه كفرات الخفيه ما تمسح النكشه حقتها. هذا ثاني عيب. ثالث عيب في السياره يا شباب طبعا الديكور. انا ذكرت في قناتي انه ما شفت اي طقطقه، وفعلا والله ما في طقطقه، ولكن زي ما قلت لكم لما تضغط هنا عند الباب سامعين، شوف هذه طبعا طبيعيه ولكن الواحد يتقبلها بروح رياضيه، ولكن هذا عيب في السياره اللي هو الديكور. لما تمسك اي شيء، انا اوكي 80% الى 90% بلاستيك، لكن انا بالنسبه لي ما اشوفه عيب، ولكن هذا عيب في الكيا كادينزا في جميع الفئات، انه برضه لما تمسك الباب او تضغط يدك تحس الديكور كذا كانه يتفكك معك، فمعلش هذه تتقبل يعني وتاخذها بروح رياضيه. هذا العيب الثاني. العيب الثالث، العيب الرابع والاخير يا شباب الا وهو صرفيه البنزين. طبعا تكلمت في قناتي وقلت يا شباب على حسب دعسة رجلك، اذا انت رجلك حنين على السيارة بتمشيك الى 650 الى 700 ان شاء الله، ولكن برضه صرفيتها سيئة يا شباب. فعشان كذا عشان تعطيك افضل صرفية بنزين لازم تسوي صيانة للسيارة، لازم تشيك على البواجي، لازم تختار نوع زيت كويس للسيارة، لازم تهتم بالكفرات عشان تعطيك افضل صرفية بنزين ممتازة. وزي ما قلت لكم لازم تتأكد من ضغط الاطار، اذا كان ضغط الاطار عندك مفشفش راح تزيد احتكاك الكفرات وتزيد صرفية البنزين معاك يا شباب. فأنا أنصح وأفضل أنك تهتم بالبواجي، تهتم بالزيت، وتهتم بتنظيف البخاخات، عشان هذه كلها تعطيك أفضل صرفية بنزين حلوة إن شاء الله، خصوصا اللي يدز على المطر كثير. أوكي، هذه هي السلبية الرابعة والأخيرة. الخامس سلبية برضو اللي هي عزل الأرضي. طبعا ذكرت في القناة وقلت العزل إنها ممتاز، ولكن بشكل عام بعد ما سمعت من ملاك كيا كادينزا قالوا العزل الارضي بنسبه 60 الى 70% العزل الارضي سيء يا شباب، ولكن زي ما قلت لكم يا شباب هي تعتمد على حسب نوع الاسفلت. انا مجرب خطوط، انا لما اسوق في زفلت ناعم الامانه عزلها الارضي ممتاز، لكن مزيج زفله تشوف وصله خشنه ووصله مدري ايش، زي في طريق الساحل في وصله خشنه، بصراحه لما نمشي عليه اسمع صوت احتكاك الزفلت في الارض، تحس ان العزل الارضي مره سيء، فانا اشوف على حسب نوع الزفلت او حسب نوع الكفرات اللي انت تستخدمها، في بعضهم لما يقول لك العزل الارضي سيء معناته يستخدم كفرات برجستون او كفرات دنلوب، لانه كفرات رياضيه ودعستها قويه، فاحتكاكها في الارض قويه، يعني هذه ارض ما عزل ارضي سيء، فعشان كذا نقول له حسب نوع الكفره اللي تستخدمه له دور في العزل الارضي، ولكن قالوا ان العزل الارضي سيء. باغلب بالله كيا كادينزا، انا من النوع اللي يقول عزل ارضي نوعا ما معقول الى 70 الى 80%، ولكن زي ما قلت لكم على حسب نوع الكفر. هذه هي السلبيه الاخيره، اذا نقول طقات الجير، الكفرات الاماميه تتمسح بطريقه رهيبه، طبعا سبب السرعه الزايده ولكن تعتبر سلبيه في السياره، واعطيتكم الحل. ثالث عيب قلت لكم الا وهو صرفيه البنزين سيئة جدا، وقلنا لكم ايش الحلول عشان البديلة، تخلي رجلك حنينة عشان تعطيك صرفية بنزين حلوة، وتشيك على البواجي وتشيك على البخاخات. آخر نقطة اللي قلت لكم عليها يا شباب قبل شوية، إذا هذه السلبيات. إيجابيات السيارة، إيجابيات السيارة يا شباب زي ما قلت لكم، سيارة شبابية، سيارة عملية، سيارة سيدان متوسطة الحجم، سيارة وسيعة رحبة ما شاء الله تبارك الله، حقت خطوط، حقت جلد، تكرف معك، سيارة عملية شهادة لله، كديتها 3 سنوات مشيتها 130، الصلاة على النبي ما فيها أي مشاكل، الصلاة على النبي مرة ممتازة وعمل السيارة متماسكة، وفعلا الموتر بطل، الصلاة على النبي. عملية شبابية متوسطة الحجم، تنفع حقة خطوط، وراسية ما شاء الله تبارك الله في الطرق السيدة وفي المنعطفات راسية بنسبة 60 إلى 70% يا شباب. ما أقول راسية 200%، لا راسية بنسبة 60 إلى 70% يا شباب. والسيارة بشكل عام عملية وكويسة. ملخص هذا الفيديو يا شباب، على قد ما بتعطي السيارة، السيارة بتعطيك، وزي ما قلنا لكم شيء مقابل المال، على قد ما بتحصل، على قد ما بتدفع على قد ما بتحصل. في الأخير هذا كيا كادينزا موتر جبار الأمانة، والله يستحق الشكر ويستحق الثناء، موتر بصراحة أبدع، أثبت وجوده من 2017 إلى 2019، الأغلب بنسبة 80 إلى 90% شكروا في الموتر هذا، وأنا أحد ملاكه وأعترف، الموتر للأمانة يا شباب بطل. في اللي مقبل على شراء كيا كادينزا يصبر قليلا إلين تنزل 2020، يشوفها أول في النت ويشوفها على الطبيعة ويقارن بين 19 وبين 20، إذا ناسبه ياخذ 20، إذا ما ناسبته ياخذ 19، لو فرقت معاه في الميزانية ياخذ 19، فكل الله يطرح له البركة في موتره. وهذا مقطع بسيط، معلش طولت عليه شباب، لكن للأمانة حبيت أذكر لكم مميزات وعيوب كيا كادينزا للمرة الثانية عشان تكون الدنيا واصلة للجميع. وزي ما قلت لكم هذا المقطع رأيي الشخصي أنا، ممكن ما يعجب شخص، ولكن الناس كل على ذواقه وحسب ما شاف وحسب ما استخدم. على العموم صلوا على الحبيب المصطفى، ورمضان مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وبارك الله فيكم يا شباب. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، ولا تنسوني من صالح دعائكم.